بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. إني الأستاذ المساعد الدكتورة مها أسعد عبد الحميد من الجامعة العراقية كلية التربية للبنات. محاضرتنا لهذا اليوم ستوجه إلى طالبات المرحلة الرابعة تاريخ عباسي متأخر بعنوان سيطرة السلاجقة على العراق سنة 447 هجرية 1055 ميلادية. مر السلاجقة غربا للسيطرة على العراق وبالتالي على الدولة العباسية بأربعة مراحل مهمة، وهي المرحلة الأولى مسير قبائل السلاجقة غربا من موطنهم الأصلي وهو سهول تركستان الشرقية ليستقروا عند شواطئ نهر سيحون التاريخي في بلاد ما وراء النهر، أي نهر جيحون، وذلك باستغلال جدهم الأعلى سلجوق من مساعدته للسامانيين في صراعهم مع هارون بن أيلك خان ملك الخانيين، وبالإذن له بالمرور عبر بلادهم، فاتخذ السلاجقة مدينة جند قاعدة لهم. المرحلة الثانية صراع السلاجقة مع الغزنويين التي تناوبت بين الحرب والحيلة إلى أن عبر السلاجقة نهر جيحون وسيطرتهم على أغلب إقليم خراسان. المرحلة الثالثة السيطرة على إيران وترسيخ الكيان السياسي للسلاجقة، وذلك بعد انتصار السلطان السلجوقي طغرل البكي الأول على السلطان مسعود الغزنوي وهزيمته هزيمة النكراء، وذلك في معركة دندانقان عام 431 هجرية 1039 ميلادية في الصحراء الواقعة بين سرخس ومرو. ومن بعدها عمل السلاجقة على توسيع سيطرتهم لفتح خوارزم ومنطقة الري والجبال وهمدان وأذربيجان وجميع أجزاء غربي إيران وضمها إليهم. المرحلة الرابعة السيطرة على العراق، وبعد أن فرغ السلطان السلجوقي طغرل البكي الأول من فتح أكثر أجزاء إيران وبسط نفوذ السلاجقة عليها وعلى بعض البلاد المجاورة لها، أخذ يستعد للسيطرة على بغداد حاضرة الخلافة العباسية، مستفيدا من فرص وظروف عديدة ملائمة لهم للسيطرة على العراق، ومنها الآتي: تبادل الوفود والرسائل بين السلاجقة والخلافة العباسية حتى عام 447 هجرية، وكانت مضامين رسائل السلاجقة هي المبالغة في إظهار الولاء والطاعة للخلافة العباسية لكسب الخليفة إلى جانبهم، فيما كانت مضامين رسائل الخلافة العباسية هي الترحيب لقدومهم إلى بغداد. وعودهم للأتراك في العراق وهم أحد عناصر الجيش البويهي بمعاملتهم بإحسان. ثلاثة، كان العراق ينوء بحمل التسلط البويهي والتي كانت سيطرتهم على العراق للمدة بين 334 إلى 447 هجرية وتجاوزاتهم على الخلافة والشعب. لم يفلح الأمراء البويهيون من تجاوز خلافاتهم وصراعاتهم على السلطة، فأتاحوا بذلك فرصة ملائمة للسلاجقة من أن يسيطروا على أملاك البويهيين بيس، كما مر بنا أثناء مسير السلاجقة غربا باتجاه العراق في المرحلة الثالثة. وقيام البويهيون بمحاولة فاشلة لاستعادة وجودهم في بلاد فارس عن طريق أحد القواد الديالمة واسمه فولاد، فحفزت هذه الواقعة السلطان طغرل البك الأول على قطع دابر البويهيين في فارس والعراق. وحين أطل السلاجقة بقوتهم على حدود العراق كان أبو الحارث البساسيري قائد الأتراك يسيطر على بغداد وما جاورها سيطرة تامة.
ولم يكن الخليفة القائم بأمر الله الذي تولى الخلافة للمدة بين 422 إلى 467 هجرية، أو أمير البيت المويهي على العراق والملقب بالملك الرحيم، يملكان شيئا أمام قوة القائد البساسيري وجنده، إضافة إلى انعدام التعاون بين قائد الأتراك البساسيري هذا وبين الخليفة والأمير المويهي على العراق والملقب بالملك الرحيم. كانت الخلافة العباسية مهددة من قبل الدولة الفاطمية التي وصل نفوذها إلى أعالي الشام حين استولت على مدينة حلب سنة 441 هجرية، كما وصل تأثيرهم على العراق حين تعاون معهم القائد البساسيري واتخذ جانبهم بعد ذلك بصراحة. وحين شارف السلاجقة إلى حدود العراق، تيقن البساسيري أن قدومهم العراق ودخولهم إلى بغداد معناه زوال نفوذهم، لذا قام بمراسلة الفاطميين في مصر وتعهد بالتعاون معهم ضد الخلافة العباسية والتي كانت ضعيفة أزاءه. والعداء الكبير بين أبي الحارث البساسيري ووزير الخليفة العباسي أبي القاسم علي بن المسلمة والملقب رئيس الرؤساء، والذي وجد في مراسلة السلطان السلجوقي طغرلبك الأول مخرجا له لكسب رضا من يرى فيه صاحب القوة العالية لانتشال العراق من الفوضى السياسية واضطراب الأمن والمجاعات وتدهور الأوضاع الاقتصادية. سلك السلطان السلجوقي مهارة سياسية عالية من خلال ما أكده من تدابير لدخول بغداد دون إحداث ضجة أو مواجهة صعاب من قبل المعارضين لدخولهم، وذلك بطمأنة الخليفة العباسي وتهدئة الرأي العام وأصحاب النفوذ بخدعة، حيث أرسل وفدا إلى بغداد يحمل رسالة إلى ديوان الخلافة تتضمن الدعاء والثناء للخليفة العباسي، وأن القصد من دخولهم بغداد هو التبرك بزيارتها، وبعدها يسيرون إلى الحج والعمل على تعمير الطريق المؤدي إلى الديار المقدسة، ومن ثم مقاتلة أهل الشام والقضاء على النفوذ الفاطمي في مصر. وبذلك تم للسلاجقة من دخول بغداد والسيطرة على العراق والدولة العباسية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.